تفضل. بونجور مات ميرا. ما تكون زيارتي أزعجتك؟ لا لا أبدا أبدا. إذن لن أقول فاجأتك. الحقيقة أنا كان لازم زورك من زمان لعدة أسباب. أولها أني بدي أشكرك. تشكرني؟ صحيح أنا خسرت الدعوة، صحيح أنك حكمتي علي، بس هذا ما بيهمني. المهم أنك ألقيتي مرافعة عظيمة بتدل فعلا على أنك إنسانة موهوبة. شكرا. بس أنت ارتكبتي خطأ كبير كبير ماتر. أنت بنيت اتهامك إلي على رسالة غرام بعتها في السابق للفنانة غابة، صحيح؟ كتير عاد. من هلا ورايح مش رح يقدر اي عاشق انه يبعث رساله لحبيبته الا ما يفكر بالحبس وبانه الرساله ممكن توديه للمحكمه. ليش ما جاوبتيني؟ عفوا انا مش فاهمه قصدك. قصدي انه بعد مرافعتك حيضطر كل عاشق انه يستشير محامي قبل ما يكتب رسالة لحبيبته. انت قتلتي هالنفحة السماوية اللي بيسموها حب، صحيح ولا لا؟ بس انا كان بين ايدي قضية قانونية مش قضية عاطفية. اسمح لي ما جاوب على كلامك. وليش عم تضحك؟ فيش الكلام بيضحك؟ عفوا الحقيقة انا عندي عادة غريبة شوي، دائما بضحك بالمواقف الجدية. سيجارة؟ شكرا ما بدخل. دخلك في شيء ببيتك بده تصليح؟ ولشو هالسؤال البارد؟ لأني بكل بساطة صرت أنا صاحب البناء. هلا انت المالك الجديد؟ ايوه. وبالمناسبه في جارنا الدكتور منير كان رافع عليه دعوه المالك القديم، وبطبيعه الحال انا ورثت الدعوه. هذا السبب الثاني لزيارتي. ممكن كلفك بالدعوه؟ بس الدكتور منير شاب كتير ممتاز الحقيقه، وما في لزوم تدخل انت وياه بدعاوي. انا بتدخل وبحل المشكله. ايه خسارة، كنت بدي اشوف كيف رح تدافع عني انا بالمحكمة. كلها كتب بالقانون، مش حرام؟ شاب صبي حلو مثل القمر مثلي تحبس حالة بين قانون العقوبات والقانون الجنائي؟ ان شاء الله بدك يعني اقرا كتب غرامية. طبعا على الاقل كنت عرفتي شو معنى الحب وما كنت قسيتي علي بمرافعتك. انفك. شو بو؟ روتروسي كتير حلو، كتير ناعم، عاطيكي كبرياء، بس للأسف حلاوته ما بتتفق مع جديتك. متر تيمكن ما تطلعي بالمراية، ما هيك؟ والظاهر أنت تقعد قدام المراية ثلاث ساعات تتشوف إذا لون الكرافات بيناسب لون الكلسات. لا لا أنا ما عندي أنف روتروسي. متر من هلا ورايح بنصحك تطلعي بالمراية، لأنه بيتهيألي إنه المستقبل عم يخبي لك أيام حلوة كتير. أرفار. أستاذ باسم،
الحقيقة الملك القديم بعت لي إنذار بالإخلاء لأني متأخرة عن دفع أجار الهونة سنة. ممكن تتأخري 10 سنين، 20 سنة، 30، 140، ما في مانع. معك كارت بلانش؟ لا هالقد كثير، بس أنا ما بقبل. بس إذا شهر كثير عال. وين الإنذار؟ لحظة. هيدا هو. بح، إلى اللقاء. بح. إيه استوبي. مات المينا. عفوا، أنا بعرف إنك أنت ساكنة لوحدك، يمكن تحتاجي خدمة، ولا أنا مستعد وتحت أمرك لأي خدمة. طبعا أنت بتعرفي بيتي. ها صحتين. شكرا. أرفع. يحلي راح هلكنا، بدي أكل، رح موت من الجوع.